السكرتير تاع بوتفليقه يقول لهم باللي بوتفليقه قال لكم كذا وكذا، اللي هو بوتفليقه الله يرحمه ويوسع عليه مات. نعاودها ونقولها، واللي راه يكذبني واللي راه يقول كذابه يجي شارعني، انا ساكنه في لاسويات في بلاد الحق، يرفع لي قضيه قضائيه في لاسويات، واكيد دوله السويد او قضاء محكمه لاسويات غادي تقول راه هادي شكون بوتفليقة مجمع فيها هذيك الطابله وهذاك البوكي دو فلوغ وهذاك الكاطو وهذاك الريد وهذاك، يتعاود ملي بوتفليقة مرض، ملي بوتفليقة مرض تتعاود هاد التصويره مع كاع الناس. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.